حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة تضرب مجدداً، وهذه المرة في احتفالية رياضية حيث قتل شخص وأصيب 21 آخرون كانوا في تجمع حاشد في مسيرة النصر احتفالاً بفوز فريق تشيفز بطل اتحاد كرة القدم الأمريكي بكانساس سيتي بولاية ميسوري. المشجعون المنتشون بفوز فريقهم بالبطولة احتشدوا على جوانب الشارع الرئيسي في مد أحمر للتلويح لموكب الفريق المتوج قبل أن تنقلب فرحتهم إلى هلع دب بين الحشود بسبب حادث إطلاق النار. شرطة الولاية أعلنت عن اعتقال 3 أشخاص يشتبهوا في ضلوعهم في الحادث، وأفادت أنها لا تعلم بعد دوافعها في انتظار ما سوف ينتج عن التحقيقات التي تقوم بها. من جهتها أعلنت خدمة الطوارئ الأمريكية أن بين جرح الحادث أطفال. وإلى الجنوب من كانساس حيث أتلانتا وقع إطلاق نار آخر استهدف مدرسة أسفر عن إصابة 4 طلاب نقلوا على إثرها إلى المستشفى. حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة الأمريكية تلقي الضوء على قضية حمل السلاح في الأماكن العامة الذي يخوله الدستور الأمريكي لمواطنيها، فقد شهدت البلاد منذ مطلع العام الجاري 48 حادث إطلاق نار.